حياتي. في هذه الحلقة التي تخبرك بحقائق مذهلة عن مصر القديمة، وسأعرض لك الاكتشافات الأثرية الغامضة، وستتعرف على الغرض من القطع الأثرية الغامضة، وترى كيف وجد علماء الآثار شبكة أنفاق وغرفا سرية تحت الأهرامات. سأخبركم أيضا عن العديد من الحالات واللحظات الصادمة عندما اكتشف علماء الآثار مقابر وتوابيت مغطاة باللعنات المكتوبة. اجلس واسترخي ودعنا نبدأ. يعد جنكيز خان أحد أشهر الجنرالات وأكثرهم غموضاً في كل العصور. اللغز الرئيسي المرتبط به هو موقع دفنه، لقرون لم يعثر عليه أحد، لكن يبدو أن العلماء تمكنوا أخيراً من القيام بذلك. عاش جنكيز خان حياة طويلة مقارنة بالوقت الذي عاش فيه. توفي أمير الحرب بعمر 65 عاماً ولا يعرف بالضبط كيف مات، إما من مرض مفاجئ أو من مناخ ولاية تانغوت التي انتصر بها قبل موته، أو من سقوطه على الحصان، وذلك عام 1227. قبل وفاته أمر بدفنه حيث لا يمكن لأحد العثور على رفاته. وفقاً لمصادر وأساطير مختلفة، أعيد جثمانه بعد وفاته إلى منغوليا، إلى مكان ولادته في إقليم مقاطعة خينت المنغولية الحديثة، ويبدو أنه دفن بالقرب من نهر أونون حيث نشأ وولد. لكن لم يعرف أحد الموقع الدقيق لمكان مقبرة أو قبر جنكيز خان. قتل مرافق الجنازة أي شخص وكل من التقى بهم في طريقهم حتى لا يكون هناك شهود للمكان. بالإضافة، بعد أن دفنه العبيد ذبحهم المحاربون المرافقون لهم وألقوا بهم في مقبرة جماعية. وفقاً لإحدى الأساطير، ركب المحاربون الخيول فوق القبر لتغطية جميع الآثار ووزعوا الأشجار فوقه. وفقاً لأسطورة أخرى، وضع مجرى نهر فوق القبر لجعل العثور على المكان مستحيلاً. كما أن المحاربين لم يثرثروا أيضاً عندما عادوا إلى المعسكر، قتلوا فوراً. ونتيجة لذلك لم يعرف أحد الموقع الدقيق لقبر الخان. ولكن منذ وقت ليس ببعيد اكتشف العلماء اكتشافاً غريباً للغاية، ذلك بفضل العمال الذين كانوا يقومون ببناء طريق قرب نهر أونون في مقاطعة خينتي. اكتشفوا مقبرة جماعية فيها رفات عشرات الأشخاص الذين كانوا ممددين على هيكل حجري كبير. تم استدعاء الخبراء وعلماء الآثار ووجدوا أن الموقع كان قبراً ملكياً منغولياً يعود للقرن الثالث عشر. بالنظر لموقع المقبرة الجماعية والتأريخ، فإن جنكيز وحده من كان يمكنه فعل هذا. كما خلص العلماء إلى أن الهياكل العظمية تنتمي غالباً إلى العبيد، وهم الذين قتلهم المحاربون قبل مغادرة المكان. وفي الوسط تم العثور على هيكل عظمي لرجل مغطى بالعملات الذهبية، ويبدو أن هذا هو جنكيز خان نفسه. ويتجلى ذلك من خلال التحليل الذي يفيد بأن الهيكل العظمي ينتمي لرجل توفي عن عمر يناهز 75 عاماً، وعثر على هياكل عظمية للنساء. على ما يبدو أولئك زوجات ومحظيات كان من المفترض أن يرافق الخان في حياته الآخرة. كما تبين أن إحدى الأساطير صحيحة، كان القبر تحت مجرى النهر لمئات السنين حتى تغير تدفق نهر أونون في القرن الثامن عشر. بالنسبة لي هناك مصادفات كثيرة، لم يصدر العلماء بيانا رسميا بعد، ولكن مع احتمال 100% تقريبا عثروا على بقايا جنكيز خان التي تم البحث عنها لعدة قرون. سنرى ما إذا كان هذا الاكتشاف يمثل طفرة للعالم العلمي والتاريخي، ولكن الآن لنتحدث عن جنكيز نفسه، أو بتعبير أكثر دقة تيموجين، لأن هذا هو اسمه الحقيقي. جنكيز خان هو في الواقع لقب يفسر بطرق مختلفة. وفقاً لنظرية، فإن كلمة جنكيز تعني المحيط، وتعني المحيط الخان، أو بالمعنى المجازي إنه حاكم العالم بأكمله. بحسب نظرية أخرى فإنه يعني الخان الساطع. سمي به عام 1206 عندما وحد قبائل المغول البدوية. بعد ذلك بدأ في إنشاء أفكاره الخاصة الإمبراطورية المغولية. الكثيرون يعرفون أن الإمبراطورية كانت ضخمة، لكن هل تعرف كيف كانت ضخمة؟ إنها أكبر إمبراطورية قارية في تاريخ الكوكب. وفي ذروتها بعد وفاة جنكيز خان، امتدت من أوروبا الشرقية إلى بحر اليابان، ومن نوفغورود إلى جنوب شرق آسيا. كانت مساحتها حوالي 33 مليون كيلومتر مربع، هذا أكثر من مساحة إفريقيا في المجموع. احتلت الإمبراطورية 22% من مساحة الكوكب. كانت ضخمة جداً لدرجة أنه بعد انهيارها تشكلت منها إمبراطورية أخرى، إمبراطورية يوان الصينية، ومناطق كبيرة أخرى. كانت هائلة جداً لدرجة أنها ضمت عدداً كبيراً جداً من الشعوب المختلفة التي لم تشترك بشيء مطلقاً. كان غزو الأراضي سريعاً للغاية. ب25 عاماً تمكن الخان من غزو أراضي وشعوب أكثر مما فعلته الإمبراطورية الرومانية ب400 عام. كيف تمكن من فعل كل هذا بالضبط؟ سأخبرك عن هذا بعد قليل. أولاً سأخبرك لماذا أصبح جنكيز هو الشخص الذي يتذكره العالم.
يقولون إن كل مشاكلنا وصدماتنا تأتي من الطفولة، وحالة تيموجين ليست استثناء. كانت طفولة هذا القائد صعبة، من المفترض أنه ولد في وادي ديليون بولدوك في شمال منغوليا، وخلال شبابه واجه جميع صعوبات الحياة في السهوب المنغولية. لقد مر بالعديد من اللحظات الصعبة. عندما كان بعمر 9 قامت عائلة تتار بتسميم والده يوسوجي، وقامت قبيلته فيما بعد بنفي عائلته، مما أجبر أما مع 7 أطفال على العيش بمفردها. رفض جميع الأشخاص مساعدتهم. كان على تيموجين الصيد لأجل البقاء. بالمراهقة تعامل مع أخيه غير الشقيق لسرقة الطعام منه. عندما كان صغيرا مراهقا اختطفته العشائر المتنافسة هو وزوجته الشابة للفاتح المستقبلي، وفي وقت ما كان تيموجين سجينا وفي الواقع عبدا، وقاموا بوضع كنج عليه، لوحان خشبيان مع فتحة للرقبة، تم سحبهما معا. كان الكنج يعد عقوبة قاسية. لم يكن لدى تيموجين فرصة لتناول الطعام أو الشراب أو حتى طرد ذبابة هبطت على وجهه، لكنه هرب والاختباء مع عائلته من عشائر العدو. لذلك بدأ الناس العاديون يتدفقون إليه. كان لديه محاربية وبدأ في اكتساب النفوذ والشعبية، وأصبح في النهاية الشخص الذي وحد جميع القبائل. ربما الطفولة الصعبة أثارت الرغبة بالانتقام من العالم أجمع، لهذا تمكن من غزو الأراضي والشعوب بهذه السرعة والفعالية. أولاً، كان لديه جيش مخلص بدو السهوب. ربما لم يكن لديهم أسلحة متقدمة، لكن كان لديهم نظام حديدي أسسه الخان. بالنسبة للعديد من الجنح، كان المذنبون يعدمون وامتدت إلى العديد من الآخرين. مثلاً، إذا رفض واحد من 10 جنود الانضمام للمعركة في الحرب، فلن يتم إعدامه فحسب، بل سيعدم جميع جنود 10. إذا رفض 100 رجل من بين 1000، أعدم الآلاف، وهكذا. كانوا قاسيين خاصة مع الذين تركوا الجنود في المعركة. طلب جنكيز بالعون والمساعدة المتبادلة الكاملة من الجنود، وتأكد من أن الجميع مستعدون للمعركة قدر الإمكان. إذا لم يكن لدى الجندي وتر احتياطي، فيمكن معاقبته، كما أنه تحت الجنح البسيطة عقبوا بشدة. لهذا فقد أصبح الجيش المنغولي كيانا واحدا، وكان من مصلحة الجميع أن يتصرفوا بفعالية، وإلا فقد يموت حتى الرجل البريء. ثانيا، كان المحاربون أنفسهم كقائدهم عديمي الرحمة وقساة. كان العديد من حملاته غير إنسانية تماما، لم يستولوا على المدن فحسب، بل أحرقوها أحيانا على الأرض ودمروا جميع السكان. لهذا استسلمت بعض الدول قبل المعركة وانضمت على محاربي جنكيز، لأن هذه كانت الطريقة الوحيدة للنجاة. وكان جنكيز قاسيا للغاية مع المخالفين ومن أهانوه بأي شكل من الأشكال. يتجلى ذلك بتاريخ مدينة نيسابور الفارسية التي رفضت الاستسلام والانضمام للإمبراطورية المغولية. أثناء محاولتهم الاستيلاء على المدينة، الفرس أصابوا توغاشار محارب جنكيز وزوج إحدى بناته. للانتقام هاجمت قوات جنكيز المدينة مرة أخرى ودمرت كل من في طريقها. دمرت المدينة ولم يبقى على قيد الحياة سوى 400 حرفي تم أسرهم. قال شهود عيان إنه بعد غزوات جنكيز تبقت فقط جبال العظام حرفيا من المدن. وفقا لأبحاث العلماء، فإن جنكيز مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر عن وفاة ما بين 4 إلى 60 مليون شخص. وفقا للتقديرات التقريبية، أباد جنكيز حوالي 10 سكان الكوكب بأكمله. أحياناً كان جنكيز خان وقواته يدمرون أعدائهم بطريقة وحشية وبشكل خاص. هذا ما حدث عند الاستيلاء على خوارزم، دولة قديمة في آسيا الوسطى. في البداية حاول إقامة علاقات سلمية، تم إرسال دبلوماسيين إلى خوارزم. كان يأمل بإنشاء طريق تجاري وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، لأن طريق الحرير يمر عبرها، وكانت الدولة مهمة اقتصاديا. لكن حاكم خوارزم لم يصدقهم أبدا، كان يعتقد أن الدبلوماسيين جزءا من مؤامرة مغولية وقام بإعدامهم. قتل المجموعة التالية التي أرسلت للتفاوض. في ذلك الوقت غضب جنكيز خان، وفي النهاية هاجم جيشه الضخم ودمر خوارزم بشكل كامل. ولكن هذا لم يكن كافيا له. بعد النصر قام الخان بإرسال جيشين آخرين لحرق كل قلعة وبلدة ومزرعة في خوارزم، للتأكد من عدم بقاء أدنى إشارة للدولة في التاريخ. وإذا قمنا بتصديق الأسطورة، فإنه أمر بإعادة توجيه النهر بحيث يتدفق عبر المكان الذي ولد فيه حاكم خوارزم. ومن المفارقات أنه لم يذبح كل من في طريقه. كانت هناك أيضا حالات معاكسة، مثل ما حدث عام 1201. كانت تيموجين في حالة حرب مع عشيرة تايشود المنغولية، وكان هناك رامي سهام زورجادائي
أراد زورا جداي القضاء على تيموجين وأطلق على حصانه وقتل الحيوان فورا. سقط الحصان وسحق تيموجين لكنه تمكن من النجاة. انتصر جيش تيموجين في المعركة في النهاية، وطلب القائد بنفسه اصطفاف جميع السجناء أمامه وسألهم عمن أطلق السهم. كان زورا جداي شجاعا لدرجة أنه خرج فورا واعترف بأنه أطلق السهم وأراد قتل القائد. كان أسلوب جنكيز هو قتله، لكنه كان معجبا جدا بشجاعته لدرجة أنه بدلا من ذلك عينه قائدا لجيشه. تلقى زورا جداي اسما جديدا، جيب، يعني السهم. أصبح فيما بعد أحد أفضل قادته وأحد أقرب مساعديه. يعلم الجميع الأراضي التي امتلكها جنكيز والإمبراطورية التي أسسها وغيرها، لكن بالحديث عن كل هذا لا يفكر الكثيرون على الإطلاق في مدى ثراء الخان. في الواقع عندما يكون لديك مثل هذه الإمبراطورية وكل الموارد المحتملة يجب أن تكون غنيا جدا، لكن بكم؟ لم تكن فوربوس موجودة وقتها، ولا يمكن للخان أن يتحدث عن صافي ثروته لأنها لا نهائية تقريبا. لكن وفقا للعلماء، بالأخذ في الاعتبار النهب الجماعي والأراضي المحتلة، تقدر ثروته الصافية بحوالي 120 حتى 130 تريليون دولار. إذا كان كذلك فهو يحتل المرتبة الأولى من بين أغنى الناس في تاريخ البشرية بفارق كبير. غزا جنكيز أراضي عديدة، ويبدو أنه لم يفعل إلا الشر ولم يفعل شيئا مفيدا للبشرية. في الواقع هذا ليس صحيحا. كان جنكيز واحدا من أوائل الأشخاص، وربما أول من أنشأ نظاما بريديا وخدمة البريد السريع. إلى حد ما هذا الحاكم هو الذي يجب شكره على شركات النقل الحديثة ورجال التوصيل. كانت خدمة البريد السريع له تسمى ياب. تكون هذا النظام من شبكة جيدة التنظيم من مراكز البريد ومحطات الطريق المنتشرة في جميع أنحاء الإمبراطورية. يتوقف للراحة أو لتغيير الخيول كل 10 كيلومترات تقريباً، وكثيرا ما يمكن للسعاة السفر مسافة تصل ل 300 كيلومتر يوميا. يقوم السعاة بنقل البضائع والمعلومات المهمة، ونتيجة لذلك عمل هذا النظام كعيون وأذان لجنكيز. بفضل يام كان يعلم جميع الأحداث العسكرية والسياسية في إمبراطوريته، ويمكنه الرد بسرعة كبيرة والحفاظ على الاتصال بشبكته الواسعة من الجواسيس والمخابرات. ساعد يام بحماية كبار الشخصيات والتجار أثناء رحلاتهم. ساهم هذا النظام البريدي في خان في تطوير الاقتصاد، كما سهل نقل البضائع على طول طريق الحرير وتحسين جودة وموثوقية تبادل المعلومات. حتى الأجانب الذين زاروا الإمبراطورية أعجبوا بكفاءة خدمة البريد السريع. في ذلك الوقت كان شيئا ثوريا ومبتكرا. يعد التحسن التجاري والاقتصادي من مزايا الخان الرئيسية. لقد وحد طريق الحرير في بيئة سياسية واحدة، وسهل الاتصالات والتجارة بين شمال شرق آسيا وجنوب غربها المسلم وأوروبا المسيحية، ووسع الاتصالات الثقافية بين جميع الحضارات والشعوب الأوراسية وقتها. بالنسبة للثقافة، حاول دائما جلب عناصر الثقافة الأجنبية لثقافته. عند غزو دولة أخرى أخذ أفضل ما فيها من ثقافة. هذا ما ميزه عن العديد من الغزاة الآخرين الذين دمروا الثقافة الغازية. كما أنه أولى أهمية كبيرة للقدرة على القراءة والكتابة، وأمر بتعليم جميع أطفال الإمبراطورية المغولية القراءة، وأنشأ نظام الكتابة في منغوليا. بجانب جنكيز خان كان هناك أشخاص ليسوا أقل غموضا وتأثيرا بالتاريخ. بداية سنتحدث عن غريغوري راسبوتين، الرجل الذي يعد بحق أحد أكثر الأشخاص غموضا في القرون الماضية. ففي حالة راسبوتين لا تعرف حتى من أين تبدأ القصة، لذلك سأخبركم على الفور عن مزاياه الرئيسية. ولد فلاحا عاديا، لكنه سيطر على الإمبراطورية الروسية بأكملها، فلديه القدرة على شفاء المرضى، وحتى أفضل الأطباء لم يتمكنوا من شرح كيف تمكن من فعل ذلك. ونجا غريغوري من عدة محاولات اغتيال، أصيب بالرصاص وطعن وسمم. كانت لديه قوة النبوة وأدلى بعض التصريحات المحيرة والتي يصعب تصديقها، وها هو الآن قد حان الوقت، فتحقق جميع نبوته بدون استثناء. بحلول عام 1905 وصلت شهرته كمعالج صوفي ورجل دين إلى البلاط الإمبراطوري في سانت بطرسبورغ، فجاء الأرستقراطيون إليه وتفاخروا به في حفلاتهم، وجذب راسبوتين العديد من النساء. فقد يكون مظهره القذر وغير المهذب قد أثار نوعا من الإثارة والحرية قمعتها الحياة الأرستقراطية. أوافق على أن الاستنتاج هذا منطقي. فلا ننسى أنه كان دجالا ومخادعا واستخدم مكانته للتواصل مع الفتيات. لكن ما رأيك بهذه القصة؟ كان للزوجين القائمين على الدولة ولد اسمه أليكسي، كان أصغر الأولاد ووريث العرش، ولسوء الحظ ظهرت عليه أعراض الهيموفيليا، وأصبح والداه قلقين عليه للغاية. استدعوا أفضل أطباء الإمبراطورية، لكن لم يتمكن أحد من مساعدة أليكسي، لا أحد سوى راسبوتين.
تم استدعائه من قبل نيكولاس الثاني وألكسندرا وأخبره عن مشاكل ابنهما. قد يعتبر البعض هذه صدفة، والبعض الآخر قد ينسبها للتصوف، لكن في كل مرة كان غريغوري بالقرب من أليكسي تحسنت حالته. يعتقد بعض المؤرخين أن راسبوتين لجأ إلى التنويم المغناطيسي، لكنها مجرد نظرية، فلم تفكر الإمبراطورة ألكسندرا بذلك ووثقت براسبوتين، الرجل الذي اعتبرته منقذ ابنها، أكنت له كل الاحترام والتقدير. بعد ذلك في رسالة كتبها إلى نيكولاس الثاني في أواخر عام 1916 تنبأ بشكل صحيح وفاته وتنبأ بسقوط البيت الإمبراطوري لسلالة رومانوف. أشعر أنني سأموت في الأول من يناير، فإذا أدت معارفك إلى موتي فلن يبقى أحد في العائلة، أي لا أحد من أطفالك أو أقاربك على قيد الحياة لأكثر من عامين، سوف يقتلهم الشعب الروسي. وماذا حدث بعد ذلك؟ في ليلة 30 من ديسمبر في 1916 قتل غريغوري بيد مجموعة من النبلاء، من بينهم ابن عمي نيكولاس الثاني الدوق الأكبر ديمتري بافلوفيتش. ولم يمر أكثر من عامين على وفاة راسبوتين حتى وجد نيكولاس الثاني نفسه وعائلته في القبو مع مجموعة من البلاشفة أمامهم. كما تعلم على الأرجح حدث إطلاق نار وتحققت نبوءة راسبوتين. فولكانيلي، هل تتذكر شيئاً مثل حجر الفلاسفة؟ إذا كنت تعتقد أنها موجودة فقط في الأفلام والقصص فاستعد لتغيير رأيك. ولدت أسطورة فولكانيلي في القرن العشرين في الدائرة الضيقة للخيميائيين الفرنسيين الغامضين. وصف بأنه فيلسوف النار الحقيقي الذي ربما وجد سر حجر الفلاسفة. قلة من الناس سمعوا بهذا الخيميائي، لكن الصور والبيانات التي أظهرها للناس في كتاباته توحي بأنه كان يعرف أمراً ما، وكان على يقين من أن تماثيل ستساعده في صنع حجر الفلاسفة. كل ميل وكل زاوية وكل درجة كان لها معنى. أخذ الرجل في الاعتبار جميع حالات الأيدي، ووفقاً له توصل إلى حل. مع ذلك لم يتم تحديد هويته بشكل قاطع. كل ما حصل عليه الناس منه هو كتابه سر الكاتدرائيات. هل يمكن أن تكون هذه مجرد وسيلة للكاتب للفت الانتباه؟ حسناً، ربما يكون كلامه صحيح وحجر الفلاسفة مخفي في مكان ما إلى هذا اليوم. الرجل المبتسم. في عام 1966 أثناء الليل في نيوجيرسي كان صبيان يسيران على الطريق باتجاه الحاجز عندما لاحظ أحدهم شيئاً غريباً خلف السياج. كان للمخلوق ابتسامة عريضة ونظرة ساخرة، وكذلك عيوناً صغيرة حدقتا بدون توقف على الصبيين الخائفين. أخبر الأولاد والديهم على الفور وأبلغوا الشرطة عنه، ونظراً لقلة المعلومات فلم تتصرف السلطات بشكل حاسم، وكما أظهر الوقت كان ذلك خطأً منهم. فسرعان ما بدأت المعلومات حول الرجل المبتسم تزداد وتظهر، وحتى أنه أحد الأشخاص اختفى تماماً بعد لقائه. بعد ذلك بدأ وكأن هذا الشخص الغامض قد تبخر تماماً. بدأ الأمر كما لو أنه أتم مهمته واختفى إلى الأبد، فكان من المستحيل معرفة من كان وما هدفه. تشارلز هاتفيلد، هل ستندهش إذا أخبرتك أن هنالك رجل من التاريخ باع المطر؟ أعتقد أنك ستندهش. أعلم أن الأمر يبدو سخيفاً إلى حد ما ومضحك، ولكن كان هناك بالفعل رجل باع المطر، وهذه ليست مزحة. كان اسمه تشارلز هاتفيلد، وتعود قصته إلى أواخر القرن التاسع عشر. في ذلك الوقت كان المزارعون من أغنى الناس، وهذا ليس غريباً لأن كل شيء مرتبط بالزراعة، ففي وقت الحصاد يمكن أن تصل أرباحهم إلى آلاف الدولارات، وهذا مبلغ كبير لوقتها. مع ذلك كانت هناك أيام سيئة لكل صاحب مزرعة، وهي الأيام التي يحدث بها جفاف كامل، فنتيجة لذلك لا تنمو النباتات أو تموت. ولسوء الحظ أو لحسنه كان لدى المزارعين منقذ، وكان تشارلز هاتفيلد. وبكل ثقة قدم عرضه، وهو أن يجعل السماء تمطر. هل كان على اتصال بالغيوم؟ فكيف كان سيفعل ذلك؟ ربما كانت هذه هي ردة فعل جميع الأشخاص الذين سمعوا عن اقتراحه لأول مرة، ولكن كان هناك من خاطر ودفع المال لتشارلز وانتظر هطول الأمطار. ستندهش عندما أخبرك أن الأمطار قد هطلت حقا في ذلك اليوم. فكما قال هاتفيلد نفسه، إنه كان مفتونا بالأرصاد الجوية والكيمياء والفيزياء منذ الطفولة، وبينما كان يقود سيارته حول العالم يبيع ماكينات الخياطة توصل إلى وصفة عبقرية وجربها، وحصل على مزيج سري يتكون من 23 عنصر يمكن أن يسببوا هطول الأمطار في منطقة معينة. بصراحة ليس لدي أي فكرة عن ذلك، إما أنه كان يضرم النار فيها حتى تصل العناصر إلى الغيوم، أو ربما قام برشها إلى السماء، أو ربما قام برش العناصر فوق المنطقة التي طلب فيها هطول الأمطار. في كلا الحالات لا يمكننا التخمين، وتوفي الرجل ولم يخبر أحدا عن صيغته السرية وكيف وجدها. من المعروف أيضا أنه حتى ممثلي بعض البلدان تواصلوا معه، وفي إحدى المرات تسبب في هطول أمطار غزيرة لدرجة أنه أغرق مدينة بأكملها، وتسبب في أضرار تقدر بأكثر من 3 ملايين دولار. سيدة بابوشكا، كان هذا الاسم المستعار للمرأة التي شوهدت في أحد مقاطع فيديو اغتيال الرئيس كينيدي في 1963، وجاء الاسم سيدة البابوشكا لأنها كانت ترتدي حجاباً تقليدياً للنساء الروسيات كبار السن. لم يتم العثور على المرأة إلا بعد مرور بعض الوقت،
وعندما بدأوا في حل هذه القضية أدركوا أنه من المحتمل جداً أن يكون لها علاقة بتلك القضية. على سبيل المثال، في وقت الحادث كانت سيدة بابوشكا تقف أمام الموكب وتحمل كاميرا. بدأ كل من حولها في الذعر، لكنها لم تفعل. أنهت عملها وهربت بسرعة البرق محتفظة بسرية هويتها. في وقت لاحق قامت الـFBI بتوزيع إعلانات تطلب من المرأة تسليم أفلامها للمساعدة في التحقيق، ومع ذلك لم ترد على طلبهم. كما باءت محاولات العثور عليها بمفردها بالفشل. وفي عام 1970 أصدرت بيفرلي أوليفر بياناً مفاده أنها سيدة البابوشكا، لكنهم لم يأخذوها على محمل الجد لأن قصتها كانت مثيرة للجدل. فكان التناقض الأكبر بها هو أنها ادعت استخدام كاميرا نموذجية لم تكن موجودة في وقتها. إدوارد ليد سكايلر. الآن سأخبركم عن مهاجر من لاتفيا، معروف للجميع بأنه نحات هاون. لا يعرف إدوارد بهذا فحسب، بل يعرف أيضاً بنظرياته الأصلية عن المغناطيسية. كان رجلاً قصير القامة يبلغ طوله حوالي 150 سنتيمتراً، وقد صنع منحوتات تزن عدة أطنان، فكيف حركها في منزله؟ عندما سئل عن ذلك أجاب ببساطة: ليس صعباً فعلها إذا عرفت الطريقة. لم يمضي وقت طويل قبل أن يدلي النحات الغامض ببيان صادم، فوفقاً له فقد اكتشف كيف تم بناء الأهرامات المصرية. بعد أن عاش معظم حياته في مكان واحد قرر الانتقال، وبالطبع أخذ الحديقة الحجرية بأكملها معه. الشيء المدهش هو أنه حمل كل شيء بنفسه، طلب من السائق الابتعاد وعدم النظر إليه، وقام شخصياً بتحريك الكتل متعددة الأطنان وتحميلها في السيارة بشكل فردي. حتى يومنا هذا لم يتمكن أحد من معرفة سبب هذا السلوك أو كيف فعلها إدوارد. دين كوبر. في 24 من نوفمبر 1971 أصبح هذا الشخص سيء السمعة. كانت هناك رحلة على متن طائرة بوينغ 727، صعد على متنها رجل نحيف يرتدي نظارات. لم يشك أحد في أنه سيصبح مجرما حقيقيا. بدأ أنه في الأربعينيات وقدم نفسه على أنه دين كوبر، لكن كان من الممكن أن يكون أي شخص. عندما أقلعت الطائرة طلب الرجل من المضيفة قليلا من الويسكي والصودا وسلم ورقة في المقابل. اعتقدت المضيفة التي اعتادت على انتباه الجنس الآخر أن الراكب كان يغازلها ولم تكن في عجلة من أمرها لقراءتها، لكنه أصر. وتحدثت المذكرة عن اختطاف الطائرة مقابل فدية قدرها 200,000 دولار. كما اتضح كان كوبر مسلحا بقنبلة وهدد بتفجير الطائرة إذا لم تتم تلبية مطالبه. بالإضافة إلى المال طلب عدة مظلات. تم نقل المعلومات على وجه السرعة إلى الطيارين ثم إلى شركة الطيران. بالطبع قدم الناس تنازلات وامتثلوا لشروط كوبر، سلموه المال وبعض المظلات، ثم أمر الرجل الغامض الطيارين بالحفاظ على المسار إلى المكسيك بأدنى سرعة. وبعد حوالي نصف ساعة من الرحلة قفز من الطائرة. عندما هبطت طائرة البوينغ لم يتمكن التحقيق من العثور على أي أثر للمجرم. لقد أخفى كل شيء بدقة وبقي مجهولا للأبد. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات أي شخص تعتبرونه الأكثر غموضا في التاريخ. شكرا للمشاهدة، وراكم.